الفلاحي لليوم. مش نحكيه معاه سي عادل عنتيت رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بني خيار حول موضوع الحشرة القرمزية. ولكن المرة هذه الحديث وأكثر الحديث في زوز ولايات الحقيقة القاهرة وين ونابل، هذوما اللي أكثر عليهم الحديث حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه الحشرة القرمزية وتهديدها اللي صابت الرومان في نابل وصابت أيضا الرومان في القيروان. باش ناخذوا أكثر تفاصيل وأكثر معلومات، هل أنه الكلام القاعد يتقال صحيح وإلا غلط من عند سي عادل عنتيت؟ صباح النور سي عادل. بارك طيب، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعيك أبا سنة. أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك. يعني ما يقال وما يروج ليمات هذه، هل موجود اليوم الحشرة القرمزية في الصابة متاعنا في الرومان؟ لا مش صحيح. الحشرة القرمزية هي حشرة تتاكي التين الشوكي اللي هو الهندي. نعم هذا اللي بلونت جراس بتاع الزينة، واللي بلونت جراس حتى اللي مش بتاع الزينة. ما تضربش الأشجار المثمرة. الأشجار المثمرة نوصيو الفلاح الكل باش عندهم أدوية وقائية من ذبابة الفواكه والغلال. أما الحشرة القرمزية راهي ما تتاكيش الأشجار. موجودة في أشجار، فوالا موجودة، هذا كلام مؤكد، موجودة في أشجار الزينة والصابة الهندي، يعني نحكيه على الهندي. على الهندي بالنسبة لموضوع القوارص وبالنسبة لموضوع الرمان اليوم نعتبرها نفي مباشر، ماهوش صحيح الكلام قاعد يتقال، لأنه الحقيقة يدور بارشا فيسبوك حديث كما هكا. حابين نوضحكم الصورة، حابين نعطيكم الصحيح من الغلط. ولكن اليوم في صابة الرومان على الأبواب في جهة نابل اللي الحقيقة رائدة في المجال هذا بالإضافة إلى القوارص، اليوم تقريبا صابة يعني شبه جاهزة سي عادل. إذا كان نعطيه شوية تفاصيل حول يعني توقعاتكم للصابة كيكسوا في الرومان وإلا حتى في البرتغال، لأنه يعني اليوم بوادر الصابة بتاع البرتغال بدأت تظهر، وإذا كان ثماش أمراض تم اكتشافها حديثا وإلا أمراض جديدة خلف الأمراض الكلاسيكية الموجودة في اللي تنجم تصيب الصابة بتاعها. لا بالنسبة للأشجار الرومان صابة إن شاء الله ممتازة، معنا أحسن من السنوات الفاتة برش، وربي وصل بالسلم. القوارص كيف كيف صابة محترمة. فماش أمراض جديدة، الأمراض اللي يعرفوها الفلاح الكل قاعدين جاهزين وقاعدين يخدموا على أرواحهم وعاملين كل ما هو وقائي. الحشرة القرمزية ما عندها حتى دخل في الحكاية هذه. سي عادل اللي هنا حبيت حبيت نسألك اليوم في علاقة بالمكافحة البيولوجية اللي قاعدين اليوم قاعدة تكبر وتزيد في ولاية نابل خاصة، وفي تستور زادة موجودة بالقديه قاعدة ماشية المكافحة البيولوجية في قطاع الرمان، وربما بنسبة أقل في القوارص. هل تنجم تساهم اليوم أكل الحشرات والطفيلات اللي تم نثرها لمكافحة الأمراض في الرمان، هل إنها تنجم تساهم إيجابيا في يعني في التقليص من الحشرة القرمزية؟ بالنسبة للحشرة القرمزية عن الجبنة وزارة الفلاحة بالذات قامت باستيراد مئة حشرة تقريبا من المغرب الشقيق، وحطوها تحطهم كارونتين في وقت التكاثر متاعها. مش تساهم صفة مباشرة وتعطي نتائج إيجابية جدا، يقع تعميم على كل ولاية الجمهورية، على خاطر كما تعرف مثلا في القروان ولا في ولاية المستير الهندي معنا ما عادش نحكي عليه بالكل، معناها صحيح انت حشرة القرمزية قضت عليهم معناها الأشجار الهندي ولا كما يقولوا التوابي تاع الهندي تقريبا شبه. بالنسبة للقوارص والرمان معناها فما مكافحات تقليدية يعرفوها الفلاحة، فما المصيدات تاع ذبابة الغلال هذيك وهي حداتها مكافحة ماهيش كيميائية، هي مكافحة بيولوجية. بيولوجية نعم. إن شاء الله تزيد تتطور، وإحنا ديما آمنا في البحث العلمي الفلاحي في تونس إلى متى وين مش نوصلوا،
تمشي. أعطينا حاجة عملوها في البحث العلمي الفلاحي في تونس. باستثناء الحقيقة تقريبا باستثناء المكافحة البيولوجية بتاع الطفيل التريكوغرام ما فمش مكافحة أخرى اليوم قاعدة تتطور في بلادنا. الدعسوقة ما زالت في الكارونتين، ما زالت ما تمش حتى النثر الهوامية الدعسوقة. نعاودوا نطرحوا نفس السؤال، شنو هو اليوم قادرين يعملوا في آفة كبيرة وفي وباء كبير قاعدة تعيش فيه البلاد. شكرا لك على هذا التوضيح عادل عنتيت، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بابن خيار. واضح الجواب كان واضح ومباشر، اليوم ما فماش، ما هيش موجودة ولا سبيل انها تنجم تكون موجودة في الصابة، لذا وجب يعني الابتعاد على مثل هذه الشائعات اللي قادرة انها تمس من امن الغذائي القومي، و ربما إذا كان قادرين حتى نصنفوها ضمن الإرهاب البيولوجي اللي كنا حكينا عليه في مناسبات سابقة. اليوم الرومان والحمد لله صابت الرومان لباس، فماش أمراض أخرى جديدة، الحشرة القرمزية غير قادرة أنها تتاكي الرومان وإلا القوارص، هي فقط تهاجم التين الشوكي في انتظار تعميم الدعسوقة المكسيكية اللي تم استيرادها من المغرب مؤخرا. شكرا لك عادل عنتيت، شكرا لكم أنتم اللي سمعتونا عبر موجات راديو كاب اف ام. نحن نتلقاو غدوة ان شاء الله باش نعود ونرجع غدوة على موضوع المدرسة متاع سوسة متاع سيدي عبد الحميد مع النايب في المجلس المحلي فريق الاخراج. نبدأ بكم فريق الاخراج اليوم، ميسيرش القيادة العلي المديني بمساعدة حسام وسارة إسراء، سامحني إسراء ما زلت ما حفظتش اسمك يا إسراء، لازم لي نخيطكم الكل، نعتذر منك. سلمى اليوم اللي خدمت لنا فقرة البونشو اللي نزيها النصري اللي أشرفت عليها، نهان بكار المساهمة في الإعداد. نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت.